ماني مصدقة عيوني. لا صدقي يا عمو، صدقي. والله والله لو صاير لك شي كنت بموت حالي. شو هالحكي يا عمو؟ بعيد الشر عن قلبك. ما قلت لك إذا بدي بيع حالي رح رجع لك ابنك سالم غانم. لحظة شوي، شو بيع حالي؟ إن شاء الله دافعين مصاري كمان هالمرة. شو مصاري يا بي؟ ثروة بحالك. هلأ مو وقت هالحكي أبو سليم. لا وقته يا عمو. شو هاي ثروة ما ثروة؟ يا بي دفعنا وردة رايدة كمان وعلى شغلة ماني عاملة. لك يا أبي الله يرضى عليك، نحن كانت إيدنا بالنهار وما عندنا حل تاني. استغفر الله العظيم. لا تقول لي إنه مهيوب هو الواسطة. أنا راح أفتح يا مو. يلا مزيح هيك عن طريق قتلتوا بنتي ونفذتوا ابنكم؟ شو هالحكي يا عواطف؟ ابني ما رشل. فهم السيرة بالأول يا عواطف. ما بدي أفهم شي، بنتي راحت وراح حقها معه. وحياة اللي خلقك يا مرت عمي أنا ما قتلتها، وأنا دقيت على صدري قدام كل الخلايا إني ما رح كن ولا رح أهدى لحتى أخذ دار بنت عمي. لك حاج كذب حاج، انتو قتلتوا ولا تاخذوا الاملاك؟ لو كنا راكدين ورا الاملاك ما كان اخذهم جوزك ليطالع ابني من شغله اصلا ما عملها. لك انتو اضرب من جوزي وجوزي اضرب منكم، ولي على قامتكم شو طماعين. الهي يصطفل فيكم يا رب. لا حول ولا قوه الا بالله. عطيف كنت عارفاني اني بدي لاقيك هون يا قليل الوجدان. بنتي انقتلت وانت راكد على بسطك. ليش هيك عم بتحكي؟ لا الظاهر طقوا عقلاتك على الاخر. لكن بدل ما تاخذ بحق بنتي وتارا بتاخذ مصاري ابو سليم وبتطالع ابنه. انا لك هذا واحد كذاب، مسكوه لعبود وقال انه هو الفاعل. لا سليم هو اللي قتلها وقال هالحكي قدام الخلايا كلها وانت اللي نفذته. يا روحي 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 بلا فضايح، انا بمر لعندك المسا وفهمك كل شيء. روحي. ماشي ماشي يا مهيوب انا بورجيك. اصبر يا المجانين. أنا لساتني عايشة. إيه الحمد لله، أنت منيحة. إيه روحي أنت الحمد لله، الله بعد يسبن نجاكي من الموت. احكي لنا رائدة، مين اللي عمل فيك هيك؟ بوس ايدك، بوس ايدك يا عواطف خانو، بوس ايدك. ان شاء الله تنص في ابني. والله ما قتل بنتك والله. شلون انت متاكده كل هالقد؟ انت بتعرفي وكل اهل الحاره بيعرفوا انه اللي قتلها هو سليم، بس لانه نحن درويش وما معنا مصاري انحطت بظهر ابني. طولي بالك طولي بالك يا ام عبد.
الله يوفقك، الله يوفقك ويجبر بخاطرك واقفي معي. شهد الله انت خسرتي بنتك، وبتعرفي شو يعني الوحدة تخسر دناها. وحدي الله، اذا ابنك ما له عامل شيء انا اكيد رح ساعدكم. انا المهم اللي قتل بنتي ياخذ جزاته. روحي انت هلا اتكلي على الله وعيني خير. الله يجبر بخاطرك، الله يجبر بخاطرك يا احا، الله يجبر بخاطرك. ليش ما بدك تحكي لنا؟ لأني عرفت إنه أنتوا اللي سرقتوا صيغة أمي، وأنا كنت مصدقتكم مثل الجد. هي معك حق، بس نحن وتعملنا هيك لسه ما كنا منعرفك. والله كانت حالتنا بالويل. بس هلا أهم من هذا كله، احكي لي مين اللي فات لعندك على البيت وحاول يقتلك، ومين اللي أخذ الورق؟ احكي حبيبتي. عادل. شو؟ انتي شفتيه بعينك؟ ليش انا احسن انسى هذا اليوم؟ ما تلعب مالك، ما تلعب ما احكي لي، تقبريني احكي لي كل شي صار يوم الحادثة من اول ما تركناكي لوقت ما غط على قلبك. قولي على قامتي إذا الحكي صحيح، شي بقشعر البدن. معناتها معيوب هو اللي بعته لحتى يقتلك. بس ليش لحتى يعمل هيك؟ الأملاك أصلا رايحة لعمك، وشوي منهم بده يروحوا لأمك. ليش لحتى يروحوا الأملاك لأمي وعمي وهنا مسجلين باسمي؟ لأنك ميت. شلون يعني؟ نحن طالعنا لك جنازة. وانتو ليش هيك عملتوا؟ ما كان بإيدنا حل غير انه نقول انك بعيد الشر متي. انتي نسيانة انك هربانة وابن عمك بده يقتلك. وعادل انمسك ولا لا؟ بالأول تهموا سليم بقتلك، وهلأ مهيوب عم بيزبطها لحتى يتهم عبود بداله. يا ربي كل هالظلم عم يصير بسببي. توبريني انت هلأ لا تفكري بشي، ديري بالك على صحتك، تحسني بسرعة خلينا نعرف شو بدنا نعمل. شلون بدي أمن لكم بعد ما عرفت أنكم سرقتوا أمي؟ أنتوا اللي بليتوني بكل شي صار معي. يعني هلأ أملاكي كلها رح تصير باسم مهيوب؟ إيه، والثلث لأمك. معناتها جايز يكون ناوي يفعلنا لأمي كمان حتى ياخد باقي الورثين. نحن حذرناها لأمك. ليش انتو شفتوها؟ ايه اجت لعنا لهون وحكينا لها قصتنا مع مهيوب بالقلم نشرح، وقلنا لها تدير بالها منه. ليش ما قلتوا لها اني عايشه؟ لا ايوه، ما فينا نخبرها. شلون بدنا نخبرها؟ والله خفنا عليكي، بركي زلقت قدام مهيوب. وأنا شو لازم أعمل هلأ؟
انت لازم تنزلي على الطابق، لازم تحطي املاكك اسم حدا تاني وتضلي متخبية عنا هون. حدا مثل مين؟ مو بعرف. اذا بدك سجليهم باسمي وانا بكتب لك فيهم ورقة برانية بتحفظ لك حقك. لا تكوني مالك واثقة فيه. نحن لو كنا بدنا نسرقك كنا بصمناكي وانتي ميتة. نحن بس بدنا مصلحتك.